هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، اكيد معي انا نور دماز. حبيت صور لكم هيك كيف الوضع نهار، هيك حبيت صور لكم فتله حوالين القلعه. اذا حبيتوا اكيد الفيديو هاتي، حبيتوا لا تنسوا الاشتراك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد بنزله، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو عم تحبوا وشو بتحبوا صور لكم وبس. هاي كملكم هلا. هون المنظر بالليل بجنن تمام، يعني هيك شيء نهار. اذا حبيتوا صور لكم اياها بالليل اكتبوا لي تحت بالتعليقات لحتى اصور لكم اياها تمام وبس. هلا مكملين وهيك مكملين، وهذا المعروف، وهون العصير ومدري شو، شغلات كتير حلوة. هلا هون الباب الاولاني للالعاب تمام، مثل ما انتم شايفين. انا رح كمان صور لكم اياها عالدايرة مدار الالعاب. وهلا هيك تمثال صلاح الدين الايوبي، انا صورت لكم اياها دايرة مدار، تفرجوا. هلا هيك لقدام دغري بنكمل على شارع الثورة، بس انا لا ما هكمل يعني. طبعا هيك يعني دغري دغري على شارع الثورة مشان ما تغلطوا، ومكملين. هلا هيك هي احلى قرنه بالشام، بحسها كتير حلوه. هي من ورا القلعه، ولسه لحفلكم يعني لسه مطولين. وهون هيك مسجد الصحابي الجليل أبي الدرداء، هيك حيط الجامع، ومكملين. الأحجار بتجنن والجو حلو كان. وهي ليكا صورت لكم اياها، قلعة دمشق، شارع قلعة دمشق. وهذا هو الباب الثاني، هيك حبيت هيك فوت لجوا صور لكم شوي. لا هي كبيرة بس انا ما فتت لجوا طبعا. هيك طلعت مكملة لهمتلكن عداير القلعة. هلأ هون في حديقة الزهور، أنا صورت لكم إياها، انزلوا لتحت تحت بالفيديوهات بتلاقوها حديقة الزهور تمام، صورت لكم إياها. وشوفوها كمان. ترجع تنزل على طول.
وهون بياعين الفستق السخن والكولا الكراش والميلو والنسكافيه. طبعا هون في العادة كتير حلوة. هون التماري، تماري كعك وهيك يعني. وهيك صورت لكم القلعه من فوق الدائر مكملين كمان. تقريبا بكون وصلت لاخر الفيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله، واذا حبيتوا الفيديو هذا اكيد لا تنسوا تدعموني وتحطوا لي لايك، واكيد اذا حبيتوا تشتركوا بالقناه. وانا نور بحبكم كتير 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 كتير. وبس، وفي شغلات لسه جايه حننزلها اكثر.